خلصت السنة وخلصت معاها كل الترندات والأحداث اللي حاولنا في برنامجنا إننا نرصد بعضها، وزي ما حضراتكم متعودين مننا إننا في نهاية كل حلقة بنحاول نطلع بقيمة من الترندات اللي كانت موجودة معانا. النهاردة هنطلع بقيمة ولكن مختلفة شوية، هنطلع بقيمة من السنة كلها. وإنت داخل على السنة الجديدة عزيزي المشاهد لازم تشكر ربنا على أحداث السنة اللي فاتت، لازم تقتنع إنك طالما خارج سليم وبصحة كويسة وحواليك كل حبايبك يبقى أنت كده في حتة كويسة وكويسة قوي كمان. لازم كلنا وانا اولكم نشكر ربنا من قلوبنا على كل الاحداث والتفاصيل اللي شكلتنا وشكلت شخصيتنا، ونبدا سنه جديده باهداف جديده اهمها القرب من ربنا والثبات فيه والاتحاد معاه، لان دي اكيد هتكون احسن بدايه. لازم نقف في بدايه ايام السنه ونقول له شكرا على اللي فات ونطلب منه مده ايديه في كل اللي جاي.